ورجعنا لكم تاني، والنهاردة هنتكلم عن أهم عضو في جسم الإنسان وهو القلب. ولما نيجي نتكلم عن القلب وسلامة القلب يبقى لازم يكون معانا حد متخصص يفيدنا ويقول لنا إزاي نحافظ على سلامة قلبنا. ومعانا دكتور رامي إسماعيل، زميل أبحاث القلب جامعة جلاسكو بريطانيا. أهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. بيك يا أستاذة نانسي، إزي حضرتك؟ عامل إيه؟ ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخلي حضرتك. أول سؤال عندي هو سؤال بيحير كل الناس بصراحة، يعني صح. إن هو ايه الاسباب اللي بتؤدي لجلطه القلب؟ اوكي، ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو ده سؤال مهم. ليه؟ لان ده اكتر سبب للوفيات في العالم، اكتر من السرطان واكتر من الحوادث واكتر من امراض المخ وامراض الدم، هي امراض القلب وجلطه القلب. اصلا اي حد بيتكتب له شهاده وفاه بيبقى السبب الاساسي جلطه، لا مشكله في القلب. ممكن يكون جلطه هي اللي وقفت القلب، بس مشكله في القلب. حتى تلاقي ايه مشهور قوي كده في مكتب الصحه في شهاده الوفيات، هبوط حد في الدوره الدمويه. سرطان، هبوط حد في الدوره الدمويه. جلطه عملت هبوط حد في الدوره الدمويه. حادثه عملت هبوط حد في الدوره الدمويه. فالقلب زي ما انت قلتي هو عضو مهم، ربنا خلقه في الجسم شغال على طول من وانا لسه جنين في بطن امي، لسه قبل حتى الشهر، في الشهر الاول والثاني والثالث يبدا القلب يدق لحد ما 60 سنه 70 سنه اموت وهو لسه شغال ما بيوقفش. فلما يتوقف تتوقف الحياه، سبحان الله. فأحد الأسباب اللي بتخلي القلب ما يشتغلش أو يتوقف إن الأكل اللي رايح له أو الغذاء اللي رايح له أو الدم اللي بيغذيه يقف. الشرايين اللي رايحة له بتأكله، الدم اللي جواها بدل ما هو سائل يبقى ناشف يتجلط. أوكي. فيسموها جلطة القلب، يعني جلطة في الشرايين المغذية للقلب. يعني مثلا لو أنا جبت رباط ورحت رابط على صباعي وقفلت الشريان اللي بيغذي صباعي، هيسقع جدا وينمل ويبيض ويزرق ويسود ويقع. بالزبط. يموت. بالزبط. فكذلك ايه اللي يخلي القلب يقف او حته منه تموت؟ ان الشريان اللي بيغذي حته من القلب يتسد. يتسد بايه؟ بان الدم يتجلط فيه. ايه اللي يخلي الدم يتجلط في شرايين القلب او في شرايين الجسم عامه؟ مفيش سبب بعينه، بس في عوامل كتير قوي اطلق عليها العلماء اسباب الخطوره او عوامل الخطوره، اللي كل ما يبقى عندي منها كذا واحد اخاف لحسن يجي لي جلطه في القلب، يبقى عندي ريسك، يبقى عندي احتماليه. زي ايه؟ اربع خمس ست سبع حاجات، اهمهم التدخين. كثره التدخين بيزود لزوجه الدم. الكوليسترول، الدهون العاليه والكوليسترول العالي بيخلي الدهون اللي ماشيه في الدم دي تترسب جوه الجدار بتاع الشرايين من جوه، فتقعد تضيقها 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 لحد ما تتسد. السكر العالي قوي، ده مريض السكر يعتبر مريض جلطه بس لسه ما جالوش جلطه، يعني بنعالجه كانه عنده كده. فهمتي ازاي؟ يعني زمان كان اللي عنده سكر يديله دواء سكر ويروح. لا، دلوقتي اللي عنده سكر دواء، اللي عنده السكر اديله دواء سكر واديله دواء واحد كان عنده جلطه امبارح. فهمتي اقصد ايه؟ عشان هو اكثر احتماليه، يعني بالذات لو سنه كبير. الضغط العالي، السايلنت كيلر اللي كنا بنتكلم عنه قبل الحلقه، ارتفاع الضغط، الدم ماشي بضغط عالي فبيكحت في جدار الاوعيه من جوه، بيعمل حاجه اسمها شير ستريس او تكحيت في الجدار، فممكن يتمزع من جوه. الجدار ده ناعم قوي فالدم سايل عليه، لو اتمزع ولا تعور ولا ترصف فيه دهون ولا حصل فيه اي تشوهات الدم يقوم قافل عليه، فلازم يبقى ناعم كده زي الازاز من جوه او انعم كمان. يبقى قلنا التدخين، السكر، الضغط، الكوليسترول او الدهون العاليه، قله الحركه، لان قله الحركه بتخلي الدم يتجلط. حتى اصلا معظم الجلطات بتيجي والواحد نايم، يعني يصحى عليها لانه وهو نايم ما بيتحركش فالدم ماشي يا دوبك بالراحه. ان انا اكل كتير بالليل وانام كل يوم كل يوم، ممكن تلاقي واحد عنده 30 سنه يقول لك جالي جلطه. يا ربي احنا كنا فاكرينها في السبعين والستين بالظبط، عشان وما عندوش سكر وما عندوش ضغط ويمكن يكون مش بيدخن، بس يقول لك اصلا انا بشتغل لحد الساعه 9 بالليل وبدبها وانام ادبها وانام، وبقالي على كده يا باشا خمس سنين. هي دي تقفل الشرايين قبل السجاير، فدي مش حلوه. اوكي. عدم صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بتقطع النوم فبتخلي الدم حتى لو لازق وناوي يتجلط واصحى الصبح على جلطة، حيث معظم الجلطات بتحصل الصبح في الايرلي مورنينج، في الصباح الباكر 7 8 ما تحصلش، لأن صحيت الساعة 4 واتحركت وحتى لو نمت تاني مش هلحق اتجلط تاني. سبحان الله، مهم جدا. في فيديو مشهور قوي اكتبي ايه كيف اثبت العلماء ان صلاة الفجر تحمي من جلطات القلب، لأن انت اول ما بتيجي تنام اللي بيحصل ان انت الدم بيبقى زياده في اللزوجه، انت مش بتتحرك اوريدي نايم يا دوبك بتتقلب، فالضغط بيوطى وعدد ضربات القلب بيبطأ فتدفق الدم بيقل. يا سلام بقى لو في شويه كوليسترول ولا حته ضيقه ولا يوم قافل. فانت طول ما انت نايم، نايم بقى الساعه 10 بالليل 11 12 1 2 قاعد 3 4 5 6 7 وما صليتش 8 9 تصحى على ازمه جلطه، تلاقي معظم الناس يجي لهم ازمه. لكن لو صحي في وسط الليل حتى لو نام تاني بعدها بيقطع السايكل دي فما يحصلوش جلطه. فدي معظم العوامل اللي بتعمل. معلومة هايلة بجد. أي خدمة. ممتاز.
تمام كده؟ طيب. فدي الاسباب اللي تعمل علاج الجلطه هو القسطره او الدعامه. قبل ما نتكلم عن العلاج نتكلم عن الاعراض، اعرف ازاي ان عندي جلطه. أوكي. او بلاش اعرف ازاي ان عندي جلطه وهموت، طب ما اعرف ازاي قبل ما اموت باسبوعين كده عشان اخد بالي مثلا، او قبل ما ليها اعراض مسبقه مش بتيجي فجاه ويبقى لازمتها ايه الحلقه بقى ما خلاص كده كله ميت. لا لا في اعراض قبلها، اعراض لما تكون الشرايين ضيقه وناويه تتقفل ان شاء الله كمان بقى شهر كمان سنه كل ما تلحق يبقى احسن. طب انا اعرف منين ان الشرايين بتاعه قلبي ضيقه وناويه تتقفل؟ تعرف تقول لنا يا دكتور رامي؟ اه اعرف بس مش هقول، معلومه خطيره هقولها عشان الناس تستفيد لانها معلومه مهمه جدا. المفروض ان القلب وظيفته انه يشتغل على طول، يدق حوالي 60 70 مره في الدقيقه الواحده، يعني 100,000 مره في اليوم. تخيل لو انا عملت ايدي كده 100,000 مره في اليوم، ده في الفقره دي تكون وجعتني. اه طبعا. فمش بيتعب خالص، والعلماء اكتشفوا ان القلب مش بيدق كده، والا كان تعب، ما كانش الواحد عاش 6 7 سنين، كان كله مات واحنا اطفال. القلب بيدق كده، بيتوست، بيلف حوالين نفسه، فكده يدي قوه دفع اقوى بمجهود اقل. اوكي. حتى لما قعدت مع بعض المهندسين في التكييفات والحاجات دي بيقول لك بدل ما المواتير بتاعتنا بقت كومبريسنج بقت ريسيبروكيتنج، زبه القلب عشان تعيش اكتر. فربنا عامل بقى للقلب غير ان هو بيلف كده، عامل له شرايين بتغذيه عشان يفضل شغال. انا لو بحرك ايدي او بجري فالدم اللي رايح لرجلي وليكن مثلا 2 لتر، انا لما اجري محتاج دم اكتر فهيبقوا 3 4 لتر مثلا. كذلك القلب، كان يظن العلماء زمان ان القلب ده هو اللي بيوزع الدم على كل الجسم، فمش مشكله بقى انه يجي له شريان زي اللي رايح شريان للايد بيدي حصه دم للايد، شريان رايح للرجل، شريان رايح للمخ. طب الشرايين دي كلها جايه منين؟ من القلب. طب ما القلب بقى ياخد اللي نفسه فيه ويبقى يوزع اللي فضل مثلا. قال لك لا، يعني ان كل شيء خلقناه بقدر، فزي ما في شريان بيغذي الايد والرجل والكلى والعين والمخ، في شريان بيغذي القلب. طيب دكتور انا مش عايزه اقطع حضرتك بس احنا معانا تليفون. اه بالظبط معانا مداخله تليفونيه. الو. الو. ايوه اهلا بيكي، مين معانا؟ معاك نور. اهلا بيكي يا نور، الدكتور معاكي اتفضلي. بقول لك يا دكتور، انا من وقت للتاني كده بلاقي نفسي مره واحده الضغط عندي عالي، والاقي نبض القلب عندي عالي جدا. يا اما الضغط مظبوط بس الاقي نبض القلب عندي يوصل ل 180. اوكي. انت عندك كام سنه؟ انا 25. اوكي هرد عليك، شكرا يا نور. دي حاجه تانية بتحصل دايما، انا توقعت انها في العشرينات او في الثلاثينات. اكتر حاجه بتخلي ضربات القلب تسرع في السن الصغير ده حاجه اسمها ان يبقى في بؤره في القلب بتطلع كهرباء غير بطاريه القلب. طب ما كويس انها فكرتني من النقطه اللي انا سكت علشانها، الا وهي القلب بيشتغل ازاي. بالزبط. القلب ليه بطاريه، كل حته في الجسم بتتحرك، ما هو القلب بيتحرك. ليها عصب بيحركها، ففي في المخ مركز اسمه مركز الحركه، خلايا كده شبه الهرم اسمها الخلايا الهرمية او البيراميدال سيلز، دي اللي بتطلع كهرباء وتمشي في عصب سلك يمشي عند جذع المخ ويجي نص المخ اليمين مفروض بيطلع سلوك ونص المخ الشمال بيطلع سلوك، والطبيعي ان النص ده يحرك النص ده والنص ده بيحرك النص ده، بس لسبب غير معلوم السلوك وهي نازلة بتقوم عاملة كروس ودي بتعمل كده. يعني اللي يجيله جلطة في مركز الحركة اليمين ايده ورجله الشمال اللي يتشالوا مش اليمين، ليه الله اعلم، بس في شويه منهم مش بيكروس ويكملوا اللي الواحد بيتحرك بيهم لما يجي له جلطه، فربنا بيبقى عامل شويه سبير يعني. فبيحصل كده، دي تروح كده ودي تروح كده، ففي عصب يحرك ايدي ويحرك رجلي. فتوقع العلماء ان في رخر عصب بيحرك قلبي اكيد جاي من المخ يمكن. فقال لك طب نعمل تجربه، راحوا خلعين القلب وقصوه وقصوا كل الاعصاب والفتل والحاجات اللي حواليه وشالوه وحطوه بعيد خالص، لقوه بيدق برضه. يبقى معنى كده ان المخ مش هو اللي بيحركه، يبقى هو اكيد في حاجه بتحركه من جواه بتطلع له كهرباء. فلقوا فعلا في كده، في حته لحمه صغنونه كده قد العدسايه في اعلى يمين القلب في الاذين اليمين، يعني مكان هنا كده، بس مش هدوس على المايك عشان هو قال لي ما اتحركش الجاكيت. النقطه دي بتطلع كهرباء، تعمل ايه بقى؟ تقوم تخلي القلب يدق. طب عرفنا ازاي؟ لما جينا قطعنا حته اللحمه دي ورميناها لقينا القلب وقف، يبقى هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتدي كهرباء للقلب. وبطاريه ذاتيه الشحن، يعني مش زي بطاريه الموبايل بتتشحن وتروح، لا هي بتطلع شحنات موجبه وسالبه من الاكل اللي باكله من الصوديوم والكلورايد والكالسيوم، فتعمل فرق جهد تقوم عامله ضخه تقوم مديه شحنه كهرباء تقوم القلب يدق وترجعهم تاني السالب والموجب وتعمل فرق جهد تاني مع نفسها كده على طول وتقعد تشحن من الاكل اللي احنا بناكله. بس بعد ما شلناها والقلب وقف لقينا شويه كده والقلب رجع يشتغل تاني. اتاري ربنا عامل بطاريه كمان احتياطي جوه القلب بين الاذين والبطين، ولما شلنا التانية القلب وقف لانها الاحتياطي، وبعد شويه لقيناه اشتغل تاني، اتاري ربنا عامل بطاريه ثالثه احتياطي جوه القلب اسمها الايديو فنتريكولار ريزم،
واحنا مش بنحتاج البطاريات الاحتياطي، لان الاولانيه دي بتفضل تشحن لحد لو عشت 90 سنه 100 سنه. يا سبحان الله. ساعات بقى بيكون في بعض خلايا القلب بؤر بتطلع كهرباء، تعلي صوتها كده على القلب تطلع فولت اعلى فالقلب يسمع كلامها، وبعدين تسكت والقلب يرجع يدق عادي تاني. فده اللي بيحصل. احنا معانا مداخله تليفونيه تانيه. اوكي اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. لو سمحت بس اسال الدكتور سؤال لو سمحتي. اتفضل اتشرف باسمك بس. السيد علي من اسكندريه. اهلا بحضرتك، اتفضل معاك. لو سمحت بس يا دكتور، انا دايما في المرتفعات بحس بضيق في النفس. اوكي. وبتعب بسرعه في المرتفعات، بتروح السلم نفس الطريقه كده، نفسي بيروح باستمرار. اوكي. حتى بص بكلم سيادتك دلوقتي، النفس زي ما برضه عندي ضيق باستمرار، انما في الارض العاديه مفيش اي مشكله عندي. وهو في اسكندريه مرتفعات، انت على جبل مثلا ولا في دور عالي؟ لا على السلم، السلم حتى. تقصد انت طالع السلم تنهج يعني؟ حتى كمان لا، مثلا في مزلقان عالي بتاع كده حاجات عاليه بتعب بسرعه. الدرجات دي. اوكي، انت سنك كام سنه؟ 51 سنه. ماشي يا سيد، متشكر جدا. ماشي حضرتك، اتفضل يا دكتور. هرد عليك، غالبا هيبقى عنده ضغطه عالي. هو المرتفعات، بس المرتفعات يعني لو رحت جبل صنعاء في اليمن يعني مثلا، كل ما تعلى مش عارف كام متر فوق سطح البحر كل ما الاكسجين يقل، فده العادي. لكن هو يعني في اعلى حته في اسكندريه تبقى 20 دور، فيعني ربع جبل صغنن في صنعاء، فولا حاجه. بس هو واضح ان الاكسجين بيضايقه لما يطلع سلم فينهك بزياده، واكتر سبب في السن ده ان عضله القلب الطبيعي بتاعها انها تنقبض وتنبسط، تنقبض وتنبسط. ركزي في الحته دي عشان في كتير مش بياخد بالنا. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل. بالظبط، انقباض والانبساط. بالظبط. ورجعنا تاني ولسه مكملين مع دكتور رامي، وبنتكلم على الاعراض واسباب الجلطه، وكمان كان معانا الاستاذ سيد. أوكي. كان عنده نهجان. اوكي نجاوب عليه وبعدين نكمل. نجاوب عليه وبعدين نكمل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. كنت افتكر السؤال. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيقول انه بينهج بزياده، وده اكتر سبب منتشر في مصر، اكتر مرض قصدي منتشر في مصر. من كل 10 ستات طالعين السلم في الدور الثالث هتلاقي 9 بينهجوا، صح؟ والعشرة اصلا راكبه اسانسير، فكله بينهج يعني. ايه اكتر سبب للنهجان؟ لان في كتير من الاطباء للاسف بتخلط بين النهجان وبين الذبحه والجلطه عشان يخلوا العين يعمل قسطره، فيعني يبقى هو مش محتاجها ويفضل ينهج. حتى هو يفضل ينهج. نقول حتى دي هندخلها في الاعراض. هو اللي عنده شريان من شرايين القلب ضيقه يحس بايه؟ يحس انه لما يطلع سلم او يجري او يطلع مطلع او يعمل مجهود يجيله ذبحه صدريه. يعني ايه ذبحه صدريه؟ يعني وجع في صدره. في انهي حته في صدره؟ في النص. هو ممكن يكون في حته تانية. ساعات بيجي اوجاع كده ونغزات وتحت الصدر وناحيه الشمال، دي غالبا مش من القلب، لان الناس حتى فاكره ان القلب في الشمال فيجي له نغزه في الشمال فيفتكر ان عند القلب ده اوانطه، دي ولا حاجه، ده ادهن كريم ابو فاس ولا حاجه. امال وجع القلب اللي من القلب اللي نتيجه ضيق في شرايين القلب الحقيقي اللي فيه مشكله يبقى في النص، وعامل زي القفشه او السكاكين او الحجر او الحرقان، ويجي مع المجهود. انت طالع سلم ولما يجي لك ما تقدرش تكمل المجهود، تقف مكانك وتستنى دقيقه دقيقتين يقوم يفك. يعني لو شفت واحد طالع السلم وعمل كده قول له والله العظيم انت شرايين قلبك ضيقه، مفيش حاجه تانية هتعمل كده. تمام. طب والنهجان؟ لا مش شرط، ما كل الناس بيقولوا انت بتطلعي السلم وانا بطلع السلم بننهج. النهجان حاجه تانية، بس ما بيجيلكيش وجع يوقفك. اهو النهجان ده بقى اللي نتيجه حاجه اسمها قصور في وظيفه القلب اثناء الانبساط. يعني القلب بينقبض وينبسط، فهو بينقبض كويس قوي وهو بينبسط ما بينبسطش للاخر، فما بيشفطش الدم اللي في الرئه، فالرئه بتتراكم فيها دم او ميه، ما الدم ده نص ميه، فما يبقاش فيها مكان للهواء فينهج، وده هيبان في الفيديو اللي هنشوفه. تمام. احنا معانا مكالمه ثانيه دلوقتي وبعدين نشوف الفيديو. ألو. اوكي يلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الدكتور لو سمحت؟ طبعا. نتشرف باسمك. اسمي عبد الغني. اهلا بحضرتك، اتفضل. اتفضل يا استاذ عبد الغني. سنك كام سنه الاول؟ بص حضرتك انا بسال عن مريضه ثانيه اختي، يعني مش ماشي. انا يعني اوكي. هي عندها حوالي 50 سنة. اوكي. ووزنها مليان شوية وكده. اوكي. وعندها ضغط بس ما عندهاش سكر. اوكي. وعندها القلب يعني عفوا لما راحت المستشفيات وكده بتتعب، يعني بيجي لها نهجان وبرضه ما ترفع المخدات. اوكي. وما بتعرفش تعمل مجهود وقد توصل لبعض الاغماءات. وبعدين يعني ومشي على علاجاته كويس. أوكي. وعملت بقى كل الفحوصات، رسم قلب والايكو. الايكو قال حوالي 35% 40%. اوكي هرد عليك. شكرا استاذ عبد الغني، الدكتور هيرد على حضرتك. هو السبب واضح، مش
مش حاجه مفاجاه لما الاقي واحده ست في الخمسين سنه بتطلع السلم تنهج. لكن لو بتنهج بزياده لدرجه انها بتنهج جوه الشقه، لدرجه انها بتنهج وهي نايمه فما بتعرفش تنام، فلو نامت مفروضه تتخنق فتقوم تقعد، يعني بتنام قاعده على مخدات عاليه زي ما قال، ده معناه ان الموضوع مش شويه ميه زياده عشان القلب مش عارف ينبسط ويرتاح، ده معناه ان القلب مش قادر اصلا يضخ الدم فبيرجعه كله في الرئه، فالرئه بتملي ميه من ضعف عضله القلب، ان العضله بتضعف بدل ما هي بتدق كده مثلا تدق كده اضعف شويه مش بتدق للاخر، ففي ضعف في الانقباض وفي الانبساط. طب وده ساعتها ايه سببه؟ اكتر سبب ان يكون القلب مش شغال كله، حته منه شغاله والجزء التاني ميت نتيجه ان شريان اتسد وجاله جلطه. فيديو تعالي نتفرج عليها هيبين اللي انا بقوله ده. تمام نتفرج ممكن عليه. تعلق على الفيديو. هو ممتاز. حاضر هعلق على الفيديو. ممتاز. اوكي أيوة ده فيديو عن القلب، انا حبيت كده ايه احطه زي ما تقولي ايه يعني حاجه تبين ازاي عضله القلب بتنقبض وتنبسط وبتشتغل ازاي. اولا ده بيوريك ان القلب في منتصف الجسم مش على الشمال، هو بس يميل الى اليسار قليلا ومتوصل بشرايين واورده زي ما انت شايفه اهو، بيغذي كل انحاء الجسم، شريانين فوق للراس يمين وشمال وشريانين للدراع وشريانين لتحت، وده القلب في عمليه جراحيه باين برضو ان هو في نص الجسم. وعشان نفهم الدوره الدمويه كده في دقيقه، الفيديو ده مختصر بس جميل قوي. القلب عباره عن نصين، نص يمين فيه دم ازرق يعني دم مليان ثاني اكسيد الكربون زي ما خدنا زمان رايت سايد، ونص شمال ليفت سايد فيه دم احمر مليان اكسجين. الدم الاحمر اللي مليان اكسجين اللي في النص الشمال تحديدا في البطين الشمال بيتضخ لكل خلايا الجسم، والخلايا تاخد الاكسجين وترجع له ثاني اكسيد الكربون، فالدم يبقى لونه ازرق، يروح بقى على الناحيه اليمين من القلب في الاورده من الاذين اليمين الاول، هو اللي بيستلم اللي هو الرايت اتريوم، ثم البطين اليمين اللي هو الرايت فنتريكل، وبعد كده يضخوا الرايت فنتركل للبالمونري ارتريز او لشرايين الرئه، لان الرئه هي اللي فيها اكسجين، فتطلع منه ثاني اكسيد الكربون في الزفير وتاخد اكسجين في الشهيق، فيتحول الدم للون الاحمر الجميل اللي مليان اكسجين، يروح بقى على الناحيه الشمال في القلب الاذين الشمال الليفت اتريوم، ثم البطين الشمال اللي هو اقوى عضو البطين الشمال الليفت فنتركل، وبعدين يروح في الاورطه ويتضخ لكل الجسم ويرجع ثاني يتاخد منه الاكسجين ويلف ويرجع. وعشان الدم يفضل ماشي كده في الاتجاه ده ما يلفش العكس، ربنا عامل فالفات او صمامات تخلي الدم يمشي في اتجاه واحد وما يرجعش تاني. اربع صمامات بين كل اوضه والتانيه وبين كل اوضه وشريانها، والصمام زي ما انت شايفه كده في الفيديو ده لذيذ قوي، بيفتح فالدم يعدي ويقفل. سبحان الله يا دكتور. دكتور رامي حضرتك نورتنا جدا. الوقت خلص وللاسف الشديد الوقت خلص. حضرتك معانا فقرات تانيه واكيد ان شاء الله حضرتك لازم تنورنا تاني عشان الاسئله لسه كتير وعندنا عايزين نتكلم في مواضيع كتير. ممتاز جدا جدا جدا. انتهى الوقت سريعا وتشرفت بيك جدا. نورتنا. ربنا يخليك ليا. اشوفك ان شاء الله على خير. مشاهدينا الاعزاء وقتنا خلص، استنونا الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 11 مع برنامجكم نص الدنيا.